يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قال البزار رحمه الله في مسنده في مسألة نزول الله في ليلة النصف من شعبان، قال: وقد روي عن غير أبي بكر رضي الله عنه، وأعلى من رواه أبو بكر الصديق. وإن ورد هذا، ورد في أحاديث كثيرة لكن كلها ضعيفة، كلها ضعيفة، وهذه مسألة عقيدة ما يعتمد إلا على الحديث الصحيح، هذه مسألة عقيدة ما يعتمد فيها إلا على الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ما تبنى العقيدة على أحاديث ضعيفة ولو كانت كثيرة، ولو كانت كثيرة ما تبنى. الحديث الضعيف إنما يحتج به إذا كان له ما يسنده من الأدلة الصحيحة، ولا في دليل صحيح في ليلة النصف من شعبان. نعم.